قالوا واخا ما عليش لا بالله. سول الدراري قالوا واخا البال ما عليش. اه ماشي مشكل. إذن التحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، أول سوق مدينة العرائش ديال الطيور اللي عملوها الشباب ديال هذه المدينة هذه. أول سوق بطبيعة الحال بالجهة ديال هذا أول سوق مدينة ديال العرائش. ماشي هضرنا عليهم ماشي هضرنا عليهم. اوريدي الله يهديك. جلس 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 جلس. هاك تشوف برا ضنا على الله. شنو عندك حاجة؟ الرقية الرقية. بالنسبة اخوتي العزاء قال سير باش درت تقديم الاخ خاطرك. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر هذا في هذه الرحبه ديال العرائش ان شاء الله اللي نظموها الاخوان مع بعضياتهم. المهم هنا بغينا نديروا سوق ديال العرائش باش الناس كامله تولع معنا والناس كامله ان شاء الله قد تجي تزور مدينه العرائش وتقوم بكل شيء ديالها ان شاء الله. المهم اخوتي هنا عندنا هذو لي زان سيبارابل
هذا النوع ديال الرز اخوتي راه مدريسي، هادو الانتاج ديالي اللهم بارك. هنا كاين الكنار عاوتاني، هنا كاين كنار اورانج، كاين البياض، كاين هذا المجلج. هنا عندنا طائر الزبرة عاوتاني كيف ما كتلاحظوا معنا، هنا طائر الزبرة عاوتاني بالانواع والاشكال ديالو. هنا عاوتاني كاين طائر الزبرة. هنا اخوتي العزاز عندنا البيروش، هنا بيروش سبانجل، كاين هذا بيروش عاوتاني اوبالين جولدن فيس. وكيف ما كتلاحظوا معنا هنا عاوتاني عندنا الكنار عاوتاني المجلج. هنا عندنا الماركه ديال طائر البادا، هذا طائر البادا، هذا عاوتاني الطفره ديالو مزيونه والتربيه ديالو واعر. طائر الحسون كيف ما كتلاحظوا عندنا هذا راه خلوي اخوتي العزاز. كاين هذوك عاوتاني محمرين وسط القفز عاوتاني. الفكره خديناها مع بعضياتنا باش الاولى عاد تزيد القدام، وحتى الدراري الصغار عاوتاني يتولعوا معنا. كاين الناس عندنا هنايا تبارك الله مولعين بزاف، لا في الطيور لا في الكلاب، القطوط، الحمام، انواع تقريبا كاملين عند الدراري مولعين. وحنا بغينا نديروا هادشي هذا مع بعضياتنا باش الاولى عاد تزيد القدام. ضروري خصنا حنايا الرحبه ديالنا تريقل تولي امور كامله بخير وعلى خير ونيسر الامور كامله. كيف ما كتلاحظوا معنا هذا الطائر ديال الصديق ديالي من الانتاج ديالي، هذا بعته للصديق ديالي الحمد لله، هو دريسه طالع عنده مزيان والدراري غاده مولعه تبارك الله. حنا هذه هي الرساله اللي بغينا توصل، ان السوق يولي عندنا في مدينه العرائش ان شاء الله، وحتى لما بغاوش هذه البلاصه هذه عطيونا بلاصه واحده اخرى وما عندناش المشكل. هذه ثاني مره الحد اللي فات وهذا الحد هذا. وكيف ما كتلاحظوا الحمد لله ناس كبار ناس صغار الشباب كل شيء موجود معنا وكل شيء حاضر. الفرق ما بين الحسون والكناري هو ان الحسون جمع الغنى ديال جمع الغنى مزيون تبارك الله، وفي نفس الوقت حتى الجماليه عاوتاني كيبقى هذاك الملك ديال الطبيعه ديال الغنى ديال كل شيء هذاك. وكنتمناو من الشباب عاوتاني ما يكونوش بداك الصيد العشوائي، راه طائر الحسون راه بدا كيضيع لنا من المغرب بواحد الطريقه اللي اش غنقول لكم اخوتي راه غادي في الهلاك. جينا هنايا باش نخلقوا الولاعه مع بعضياتنا، باش الشباب يتعرفوا على بعضياتهم، باش الولاعه تزيد القدام، باش بزاف ديال الحوايج يتزادوا ان شاء الله اللي هاد مدينه العرائش ناقصنا هاد السوق. حتى دابا حنا اغلبيه عندنا غير المحلات، وبغينا حتى السوق عاوتاني يولي باش الناس كتولع مع بعضياتها وتعرف بزاف. وكل ما كان السوق كل ما كانت الامور غاده مزيانه وبخير وعلى خير. هاك السي اسماعيل. السلام. نعم اخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا شوف تي في على الاستضافه. المبتغى ديالنا من هذا السوق هذا هو ان المدينه ديال العريش ولا بالاحرى الشمال ديال الشمال كامل كيفتقد لواحد الرحبه ديال الطيور، لان الولايعيه كيبغيو يقتنيو شي حاجه ديال الطيور، ما كاينش ما كيصيبوش الرحبه اللي يمشيو يقتنيو فيها الطيور. وبالنسبه لعاوتاني الاخوان اللي هما الولايعيه كيوجدوا الطويرات ديالهم وكيبغيو يبيعوهم عاوتاني وما كيصيبوش فين يبيعوهم، كيبقى الطويره حتى هو واحد بيهم حتى عاوتاني ان كيضطر انه يمشي لاسواق اخرى في 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 مدن اخرى يديهم يبيعوا. علاش حنا الاخوان اقترحوا كمقترح هذه البليصه هذه ان شاء الله نبقاو نبيعوا فيها الطويرات، حتى نكونوا واحد الجمعيه ان شاء الله ونحاولوا نتواصلوا مع السلطه باش نقدروا تعد لنا شي رحبه اللي نقدروا نبقاو نبيعوا فيها الطيور ان شاء الله. بالنسبه للاخ هذه كتشوف الطيور عندنا اليوم السوق دخلوا الكنار ودخل ليزنس وال شنو هذه الزيبرا والبيروش الباجي حمام الفواياجور حتى هو دخل. والسوق راه باقي الاخوان باقي ما عرفوش بان راه كاينه الرحبه ديال الطيور. الحد اللي فات راه كان هذا الاسبوع الثاني اللي كنديروا فيه هذا التجمع هنايا،
كنعتذروا من السلطه اننا جينا بواحد الطريقه عاشينا وحطينا ما تواصلناش مع السلطه، لان باقا ما كونناش واحد الجمعيه اللي نقدروا نتواصلوا بها مع السلطه. ان شاء الله في القريب العاجل غنديروا جمعيه وغنتواصلوا مع السلطه ونقدروا السلطه نقدروا هذا المكتب الجديد اللي فيه السي صبحي انه يجلس معنا ويعطينا شي رحبه اللي نقدروا نبيعوا فيها الطويرات ديالنا ان شاء الله. الرساله ديالي هو ان من الله نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومسؤولين انهم يتواصلوا معنا ويعطيونا شي رحبه اللي غنجلسوا فيها نقاوم نبيعوا فيها الطويرات ديالنا باش ما نتواجهوش مع السلطه بالتي المهم نمشي بالتي هي احسن. طائر الحسون ها هو. كل واحد والثمن ديالو اخي محمد على حساب الغنى ديالو. فهمتيني كل واحد والثمن ديالو، كاين الطوير كيوصل حتى ل 2000 درهم على حساب الغنى ديالو. كيبدا من 300 درهم وطالع حتى ل 2000 درهم. نعم ما عندوش هذا الحسون هذا راه ما عندوش الثمن ديالو. الكنار كل واحد وكيفاش كل واحد باش كيبيع اخي محمد. والحسون راه ما عنده حتى شي ثمن لان الوليع اللي هو وليعي راه كيخلص الثمن بلا ما يشعر، لان الوليع الدم ديالو راه ماشي فيه ديك ماشي فيه الدم ديال الوليع. شكرا.